الشيطان واخد وتدوت حياة الناس بجد صعبة في النصايب عرض خاص النية سودة يلا نضرب بالرصاص دي الساحة أوضة ناس كتير ملاش أساس عاملينه سودة وخلاص العيشة لعبة اسحب سيجار يعني لا خالص صاروخ حابب هنا سيجار اسحب سيدي نام هنا السيوف حامية ودباحة كلامنا علي فوق أي كلام عدينا على وش الأقصار البص إيهاب عبد السلام إحنا عملنا أحلى استباحة بنغني من جهة الأشباح أي شيء ويانا متاح قلنا عبد الفتاح موسى بس مالوش ريس تاح المنحرف في الوقت الضيع مطلوش وجنه ومولود صيع بعتوا الرجولة بس أنا مش بايع ما تعيش دور سيد الرجالة عم المريض محتاج حملة ما تنجلش وانت أصالة صفك ضعيف أخرك متحدد قول يا صاحبي المين عيش ده العمر لينا دي الحاسة وحيد كابينا أيام طويلة واللي كنت بقول عليهم أصحاب أصيلة طلعهم حبيت فلايك اللي ماشي لأجل بيت وسجارة بني ايوه بجد الحاله جت بعيدوا عني كل عايز ادوات حتى اللي مني عدت على سلك شايل مش مرتاحين وانتي بجرحان والناس عينيها طلعت عميان شربنا حجرين على الغرقان نسيني الدنيا نسيني الناس حب من دي بنات عطاطه كل فرده تلاته شفاطه لاي بنت تمامها فلاته زي السجاره تحت بلاش يا شواحة اهدى يا عمنا كده البنات يزعلوا مننا روح حالك واقعد هنا يلا نجيب بنت يرقص عايز مساج وكتف وجعني ملحقتش اعمل واحد تاني شياطين في حالي ما سايباني انا شطاني مش عارف احبسه انت فاكره نفسك ايه دي الماده شده ده انا شقه ادوس عليه بوظت العده هتقول ايه ازاي تسيبني جيت بمزاجك مجهود السنين تعبني وبقيت عنادك يلا باي مع السلامة انا مش محتاجك مش هجري تاني وراكي ما تحكاش ده انا يا ابني خلعها اربع بيوت عندي مولع انا كلبي لو سبته هيبلع الكرش دي بنت العرود كرش وراح دور في المارة عشان يجيب تمن التذكرة حلوة هتعيط من ورا بجد جر رجالة مظبوطة نسوانها فاق وشيلات متى تبعة عملت واحد هعمل سبعة انت عليكوا تتكم تابعة تركنوا يا زميلي في الاخر يا اصحاب شنط يا كلاب مصلحة عملهم فلوس رفعوا مصلحة وقت العينك عندكوا اجنحة يا جرايات من نوع الفاخر لا عمكوا حريضة امكوا عيني مش شايفاكوا والبنت كام شامبون غربلها والباشا تلحق حاجة تقولها لو نمت على كتفك تقوم مرشد تحطه في جملة مفيدة فرحان بعد صاحبه في تأبيدة وصاحبه خلص خبطه حديدة مرشد واخره نهاية حزينة ياخد فلوس علشان يرشدوا ده المرشدين طالعين يصطادوا كل كلب وليه معاده كله هيجي على السكينة اكرهوني عشان رجولة وانتوا معرايا معايا قول لي لكل البنات بتجري ورايا عشان راجل جدع نفسي افرح لو يومين مش هام عليا ابني طيب حبتين كده غدروا بيا
يسمع بره وجوه انت رجوله فوق الكمين تعبان عالي على الاقصى انت قام عبد السلام ده كعبه عالي على اي استواد خلينا نقوي انتفاضه نحن على اقصى صياده وانت الفارس دور زياده اللي مشرف نفسه بنفسه يوسف زياده رجوله وشهامه هيجيها هو السعاده كل وش سايبين علامه ده فريقنا صعب حد نفسه يا شمس يا ده وضعه بيسمع له اي طريق فيك كن يفتح له لنا واحده كتيبه تروح له هنقول مسا من نوع الخاص ممنوع قصده تعمل بندم هتزوله على بطنك هتنام الوجه خالد عبد السلام اي حكايه خالصه معاه محمد هشام باشا ومحترم بس يزعل ايها برم اقسمنا على سكه بتتفارى قلبنا في الحكايات ننساه نازل بقرار سلطان جيه جنب شزار اللي مسيطر على البشرية موس مسيطر مش عادي هنا سلاح مليان مش فاضي صعب حد يقف قصادي انا الهجوم والطلقة الحية الدعم سيطر للريس علشان قلبه راجل كويس مثل الكينج محمد ليس احلى مسا في الدنيا ده هي هتقول شوحة بطل